السلام عليكم أصدقاء المتابعين، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم معاي مجموعة من الأخبار، أغلب اليوم الأخبار عن اليونان. طبعا أنا ما بنزل صوت فيديوهات يومية بسبب إني هم مشغول وهم إني جمع لكم الأخبار ونزلها بفيديو واحد، أحسن ما كل يوم فيديو خبر أو خبرين. أول شيء رح تشوفوا هلا مجموعة من الفيديوهات للشخص يلي أنا نشرت عنه انه هو طلع من تركيا على اليونان عن طريق البحر، بعدين طلع من اليونان على البانيا وكمل على صربيا. هو حاليا هذا الشخص هلا موجود هون في المانيا في احد الكامبات في شمال الراين، لكن نشر مجموعة من الفيديوهات الجديدة عن طريقه لما كان طالع من اليونان على البانيا لوقت ما وصل على صربيا. فشوفوا هاي الفيديوهات لهذا الشخص كيف كان طريقه وخلونا نتابع. ماشيين طريق ألبانيا، تاريخ 15/7/2023. أنا والشباب معك، الله يوصلنا بخير وسلامة يا رب. من أثينا إلى صربيا طريق ذهب. هاي سكة أمازون، هاي الشباب طالعين على سياحة، يعزمون على ألمانيا. هون طريقنا لقينا نبعة، الحمد لله. هاي من اليونان لألبانيا، النبعة هاي اللي هون صايرة حدود ألبانيا واليونان. مقطع مضحك. هي هون ما احلاها، تفرجش فيها. طيب طلع شوية، وين راي باك؟ طلع ابو بريس. وبالجزء الثاني او بالخبر الثاني راح تشوفوا هلا كمان بعض مقاطع الفيديو للكامب في جزيرة كوس. ممكن الاشخاص اللي بدهم يروحوا عن طريق البحر ما عندهم علم كيف شكل الكامب في جزيرة كوس، فهلا راح تشوفوا بعض مقاطع الفيديو للكامب اللي اول ما الشخص يدخل على جزيرة كوس وبيروح على الكامب بيعمل شوية اجراءات، بيقدم لجوء، بعدين بيطلع من جزيرة كوس وبيكمل طريقه. فشوفوا كم جزيرة كوس وخلونا نتابع.
وبالخبر الثالث للأسف الشديد 4 مهاجرين، الخبر مو منزل شو جنسياتهم أبدا، 4 مهاجرين كانوا طالعين بشاحنة، حتى مو معروف، مو كاتبين تفاصيل عن الخبر، طالعين بشاحنة لكن مو معروف إذا كان في مهرب طالعا ولا طلعوا لحالهم، لكن على الأغلب في مهرب طالع. فهي الشاحنة طلعت من أزمير باتجاه اليونان، وصلت على معبر إبصالة، تمام، هذا معبر إبصالة بين اليونان وبين تركيا. فقبل ما توصل لمعبر إبصالة بشي بسيط، سائق الشاحنة التركي وقف بأحد الاستراحات وشعر بأنه في شي غريب جوا شاحنته، فبيفتح الباب ليتفحص الشاحنة يلي هي موجود فيها أجهزة كهربائية، ولا بيشوف 4 مهاجرين مغمى عليهم، ما في عندهم أي استجابة لأي حكي. فمباشرة بيتصل بالشرطة، الشرطة أجت مع الإسعاف مباشرة. لما طلعوا على المهاجرين في شخصين، اتنين في معاهم روح شي بسيط، والاتنين التانيين كانوا متوفيين على الآخر بسبب الضغط، ما في هواء، ما في أكسجين، صار حر شديد بسبب النفس. فاتنين توفوا على الفور، والاتنين التانيين لما أخذوهم على المستشفى باقت جميع وسائل إنهم يرجعوا مثلا مساعدة طبية، يرجعوا يعيشون أي شيء، لكن للأسف الشديد الاتنين التانيين حتى ما قدروا بالمستشفى يعملوا شيء، وتوفوا ال4 مهاجرين. ففي تحقيق بتركيا على هاي الحادثة، ما بعرف شو راح يصير. وفي خبر كمان باليونان، أحد الأجانب من كاتبين إذا كان سوري ولا غير سوري ولا شو كان، أحد الأشخاص سرق سيارة تمنها غالي كتير كتير، كاتبين إن المعلومات عن السيارة لكن أنا ما بعرف السيارات، سارقها سعرها 160,000 يورو، وكان بيحاول يهربها من اليونان لتركيا، لكن انكمش على المعبر الحدودي، ناشرين صورة للسيارة وكاتبين بأنه هاي السيارة عددها نادر في العالم، يعني هي سعرها أكيد مو بالملايين، سعرها 160,000 يورو، لكن كاتبين بأنه هاي السيارة نادرة لحتى تنشاف. فاللي بيعرف بالسيارات يشوف صورة السيارة، ما بعرف أنا إذا كانت نادرة ولا لا، وخلونا نتابع. طبعا يا جماعة كمان في خبر عن أحد الأشخاص اللي عم ينشروا فيديوهات على التيك توك، أنا بشوف كتير فيديوهات، لكن هذا الشخص أنا من قبل نشرت عنه بعض الفيديوهات، قلت لكم إنه في شخص عم ينشر فيديوهات من داخل غابات اليونان، على ما يبدو في مجموعة داخل غابات اليونان عم تنشر فيديوهات، وأنا نشرت لكم الفيديوهات اللي كانوا عم ينشروها. فعلى ما يبدو هذا الشخص انه بيشتغل بالتهريب او ريبر او ما الى ذلك، اليوم ناشر فيديو لمجموعة تانية كمان دخلت على غابات اليونان، وناشر يمكن 3 او 4 فيديوهات كيف دخلوا بعد ما عبروا النهر وبعض الفيديوهات. فشوفوا هدول الفيديوهات، هدول هي مجموعة دخلت على غابات اليونان بالتأكيد بآخر 10 ايام هذا الشيء صار، شوفوا الفيديوهات وخلونا نتابع. شو الصباح يا اخي ابو ادم، والله لازم ناخذين معه الفرح، ولا الصباح فيروز عند الصباح يلا موزه حشش يا ولد محشش. لا والله 100% دود، 100% حشيش. ليش؟
بما في شرب الحل هم المي وشرب أيضا لا بأس بس همش ما نقطعش الله حي الربع حبو. وكمان في خبر عن اليونان، خبر غريب الصراحة. في منطقة ألكسندر بولي أحد الأشخاص اليونانيين كان معاه شاحنة فيها جبس، أو نحن بحلب بنقولها جبس، في غير عالم بيقولولها بطيخ. كان فيها هاي الشاحنة بطيخ، فأجا أحد الأشخاص على ما يبدو بده يحمل مهاجرين من غابات اليونان وما عنده سيارة، فبياخد هاي السيارة اللي فيها بطيخ أو جبس بياخدها على مكان حرش وبينزل منها جميع الجبس البطيخ، بينزلهم على الأرض بشكل سيء لحتى كل الجبس بينفجر وبيصير غير صالح للأكل. ناشرين بعض الصور لهذا الخبر وكاتبين بأنه كيف هيك، يعني حتى أنه بهذا الشيء بيشرفوا البطيخ وين ما كان بهم، يروحوا ياخذوا مهاجرين ويروحوا بالسيارة يوصلوهم. فناشرين صورتين للجبس كيف حاطينهم على الأرض، لكن السيارة ما تأكد 100% بأنه فعلا هي راحت لتحمل مهاجرين، لكن تقرير الشرطة بيقول بأنه على الغالب الشخص اللي سرق هاي السيارة راح لحتى يحمل مهاجرين منها. وبآخر خبرين هلا بعد الفيديو راح تشوفوا مقاطع فيديو لهدول الخبرين. الخبر الأول هو عن المكان يلي بيتجمع فيه المهاجرين كالعادة بين صربيا وبين هنغاريا، بيتجمعوا بالغابات قبل ما يروحوا على صربيا. فأحد الإعلاميين داخل على الغابات ومصور بعض الفيديوهات بعض الصور عبيقول إنه هاي أوضاع المهاجرين تقريبا صاير الغابات هنيك منتجع لإلهم. طبعا المنطقة اللي مصور فيها حوالين منطقة هرجس، يمكن هيك اسمها هرجس أو هرجس، هيك لازم يكون اسمها. كاتب بأنه الغابات صار منتجع للمهاجرين ومصور بعض الفيديوهات. والخبر الثاني، لا تزال تركيا عم بتعامل المهاجرين معاملة سيئة جدا جدا، والعنصرية تجاه العرب والمهاجرين بشكل عام. للأسف الشديد في فيديو صغير راح تشوفوه، الشرطة عم تضرب أحد الأشخاص المهاجرين هن كامشينو، وراح تشوفوا بعض الفيديوهات كيف المهاجرين عم يرحلوهم بطريقة تعسفية. فديروا بالكم على حالكم، الحملة التركية صايرة صعبة كتير كتير، ما حدا عم يقدر يطلع بسبب هاي الحملة. ديروا بالكم على حالكم والسلام عليكم.